إقامة هذه الفعالية، فعالية نظام التقاعد ومصير حقوق المتقاعدين، واحنا ما زلنا أمانة في يعني في شهر مايو في يوم العمال العالمي، في عيد العمال العالمي المجيد، نفتح ملفات العمال ونرى من أوضاع عمالية غير مريحة لا في مواقع العمل وفي الحياة العمالية، ونتفاجأ أيضا بعد هذا المشوار الطويل من الحياة العملية على أن تكون هناك انتهاكات ومساس في الحقوق حتى في فترة التقاعد أو الحياة التقاعدية. وظاهر أن يعني حراك العمالة الوطنية المكتوب عليها النضال من المهد إلى اللحم من أجل الحياة الكريمة، ولا تحصل على تقاعد آمن تعيش من خلال الحياة الكريمة. ملفات الحياة العمالية للأسف الشديد تكدست الآن عندما انتهكت الحريات النقابية، عندما فقدنا العمل اللاغع، عندما فقدنا الأمان الوظيفي في قانون العمل الأسوأ، قانون عمل الإمارة للحركة العمالية البحرينية، فقدنا كثير من الأمور الداخلية في الحياة العملية، الحوار الاجتماعي، المفاوضة الاجتماعية الحقيقية، هذه كلها أزمات تعيش الأعمال الوطنية والأعمال المهاجرة في سوق العمل البحرين. بدأ أن تصحح هذه الأوضاع، ما زلنا نعيش هذه الانتهاكات وهذه المساس الحقوق. والآن نتفاجأ بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة في الحياة العملية، ننتقل إلى مآسي أخرى في حياة التقاعد ومساس الحد الأدنى والكثير من المزايا، مع أن هناك المزايا التي وجدت من خلال قرار ولي العهد على توحيد ثلاث صناديق للتأمينات الاجتماعية، عسكري والعام والخاص. ونتفاجأ بعد مرور سنوات عديدة على أن حتى الحد الأدنى من هذه المزايا لم تتم توحيده، واستثني قانون التقاعد العسكري وبقينا على قانون التقاعد العام والخاص، ولا زلنا نطالب بتوحيد المزايا إلى أن تفاجأنا بالعجوزات الاكتوارية وبالمساس، لأن يجب النظر في ما يجري الآن من مزايا للمتقاعدين، وكأن الفساد في لجنة الاستثمار لم ينظر لها بالشكل الصحيح، وما يقال دائما فيما يجري في هذا البلد بأن هناك فساد بدون مفسدين، وللأسف الشديد التأمينات الاجتماعية فسادها كامل في مرتبة الفساد الكبير، ولا يوجد فاسد في هذه الهيئة للتأمينات الاجتماعية. لذلك أنا يعني أسلط الضوء على بعض الأمور والتشريعات هي تواجدت أصلا في منظمة العمل الدولية، وتواجدت في منظمة العمل العربية، ومن خلال اتفاقيات ومعايير دولية يجب على وزارة العمل مرتبطة بالحكومة على أن تحترم هذه المعايير. وهذه الاتفاقيات والمعايير أخذت لها الآن أكثر من 70 سنة، ولا زلنا للأسف الشديد التأمينات الاجتماعية الآن عمرها الزمني وصل ل 40 سنة، وللأسف الشديد هي بعيدة كل البعد عن اتفاقيات ومعايير العمل العربية والدولية. هناك اتفاقية 102 صدرت في عام 1952 وفيها 9 فروع للتأمين الاجتماعي، ولا زالت البحرين تتشدق وتقول ان نحن وصلنا الى 5 فروع، وهي ليست 5 فروع، هي فقط فرعين، ومن ثم اضيفت فروع هامشيه وفرديه لا دخل لها بالفروع الحقيقيه وسنتطرق لها. وايضا الاتفاقيه العربيه صدرت في عام 1971 ايضا لم تحتمل مضامينها في تشريعات الهيئه العامه للتامين الاجتماعي. ما يجري في هذا البلد للاسف الشديد الازمات الاقتصاديه او السياسيه لعدم وجود حوار حقيقي، لا حوار حقيقي في العمل السياسي ولا حوار حقيقي في العمل الاقتصادي الاجتماعي. اطراف الانتاج الثلاثه من مسؤولياتهم من اهم اعمالهم هو الدخول في حوار اجتماعي ومفاوضه جماعيه. وهذا النظام وهذه الحكومه لا تريد ان تدخل في حوار اجتماعي حقيقي من اجل وضع المسار الاقتصادي الاجتماعي في هذا البلد، من اجل الاستغراب والسلم الاهلي والاستغراب الاجتماعي. هذه المصيبة الكبرى، لأن الطرف الحكومي لا يزال هو المسير الأوحد في البعد الاقتصادي أو في المسار الاقتصادي والاجتماعي وفي المسار التنموي.
وللأسف الشديد كان يجب على أن يكون طرف أصحاب الأعمال مساندين من أجل التكافؤ في صنع الأفراح والثراء. أصحاب الأعمال في هذا البلد تابعين لنظام الحكومة ويقسمون على قرارات الحكومة. لذلك الإشكالية كبيرة بين أطراف الإنتاج، بين الأعمال وبين الطرف الحكومي وبين أصحاب الأعمال. فتعتبر مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى توفير الحماية والأمان لقوى الإنتاج وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي. كانت تعتبر محوراً رئيسياً من محاور التنمية الاجتماعية. وبما أن موارد التأمين الاجتماعي تتحقق عن طريق الاشتراكات المحصلة وعائد الاستثمار المحقق الذي يعتبر جزءاً أساسياً في توفير المزايا التأمينية، لذلك يتوجب على مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية تحسين عمليات تحصيل الاشتراكات ووضع خطة استثمارية تتسم بالوضوح والموضوعية وقابلية القياس وتهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني ودعمه وتحقيق أكبر عائد ممكن من أجل استمرار الاستدامة المالية للوصول إلى هدفين رئيسيين هما الأمان. وهذا ما عاد أمان للأسف الشديد في صناديق التأمينات. يجب أن تساعد الاستثمارات أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماتها الرئيسية وبفعالية من حيث التكلفة. الربح يجب أن تحقق الاستثمارات أكبر مردود استثماري ضمن مخاطر مقبولة. كما أن تطبيق الحوكمة الرشيدة تمكن من إدارة نظم الضمان الاجتماعي بطريقة أفضل، وذلك من أجل مواكبة التغيرات السريعة المسجلة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والتطورات التي تشهدها تقنيات الإدارة والاقتصاد. كما تضمن النشاط التشريعي لمنظمة العمل الدولية في مجال الضمان الاجتماعي الإشارة في ديباجة دستور المنظمة إلى تعهد المنظمة بمهمة تحسين ظروف العمل، وذلك بمكافحة البطالة وحماية العمال من العلل والأمراض والإصابات الناجمة عن عملهم وكفالة المعاش لدى الشيخوخة والعجز، ووصل إلى مرحلة أشمل يرمي إلى تأمين حد أدنى من الدخل الأساسي لجميع من هم بحاجة إلى مثل هذه الحماية، بما في ذلك العناية الطبية الكاملة، وذلك من خلال طبعاً صدور الاتفاقية اللي بيناها 102 بشأن الضمان الاجتماعي المعايير الدنيا. هذه الاتفاقية بينا أنها تشمل 9 فروع. أهم الفروع اللي يعني نريد نوضحها حيث تتناول الاتفاقية الرعاية الطبية، التأمين الصحي هو ما زال للأسف الشديد مفقود، إعانة المرض أيضاً يعني التأمين ضد المرض مفقود، إعانة البطالة مع أن البطالة كان من المفترض ما دام العمال يدفعون حصة وأصحاب العمل يدفعون والحكومة المفترض يكون التنفيذ ثلاثي في نظام التعطل، إلا للأسف الشديد الحكومة ما زالت محتكرة هذا النظام بصوت واحد، صوت الحكومة يسير موضوع التأمين ضد التعطل، وهذا التسيير في إذلال كبير لمن يتعطل من أجل إبراز مهمومته لوجود وظيفة أخرى في داخل وزارة العمل. إعانة الشيخوخة، تعويض إصابات العمل، الإعانات العائلية، إعانة الأمومة. إعانة الأمومة كان من المفترض الآن بعد الانتكاسة الكبيرة في حق المرأة في قانون العمل، وأيضاً نسبة البطالة اللي تتواجه فيها المرأة بنسبة عالية إلى يعني البطالة نسبتنا إحنا هي طبعاً للأسف الشديد لا زالت الحكومة من أكثر من 10 سنوات تتكلم بأن هي 3.7 وكأن عملة دولار أو 4% إذا زادت، مع أن البطالة لكل الهيئات الدولية المعنية بشأن الاقتصاد تؤكد فيهم من أكثر 8 وفيهم من أكثر 15%. وأكثر نسبة في نسب البطالة الشباب، ولكن نسبة الشباب منهم هو جانب المرأة اللي هي يعني نسبتها العالية. لو طبق أيضاً موضوع إعانة الأمومة من التأمينات الاجتماعية وضع التأمينات جيد لما يعني دخل صاحب العمل في إبعاد المرأة عن التوظيف، وهذا ما يجري الآن كثير من خريجات الجامعيات وأيضاً من الثانوية لا يستطيعون الحصول على العمل
بتسبب تعذر أصحاب العمل في عدم توظيفهم لمبررات كبيرة بعد الإجازات اللي وضعت لهم بالتأمين في قانون العمل. طبعاً أخيراً التعويض عن العجز عن العمل وتعويض الورثة. الاتفاقية رقم 11 يعني الاتفاقية رقم 1 العربية هي كلها مضامين، هذه رؤية منظمة العمل العربية والدولية. يعني وين هيئة التأمينات الاجتماعية عن هذه التشريعات بعد مرور 40 سنة؟ للأسف الشديد 40 سنة فيها توارث كثيرة راح نتطرق لها، أيضاً الأخ سيد فلاح راح يبينها، ولكن كوارث قيلت من فترات طويلة، قيلت في لجنة التحقيق أستاذنا الفاضل النائب السابق عبد المجيد سلمان كان من ضمن لجنة التحقيق البرلمانية، وقيلت أيضاً في 12 تقرير لديوان الرقابة المالية. يعني ما قيل في ديوان الرقابة المالية وما قيل في لجنة التحقيق يجب أن يكون تغيير شامل لهذه الإدارة، ويجب محاسبة من أفسد في هذه الهيئة. إذا كل هذه التشريعات هي نابعة أصلاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية. هو أيضاً هذا معناته أن التقاعد والضمان الاجتماعي ركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان. للأسف الشديد هذه الأمور كلها مغيبة، والوضع الإنساني والمعيشي سيء الآن وقادم على أن يكون أسوأ في النظام التقاعدي. اليوم سمعتوا أخوان أن البحرين هي الآن أحد الدول اللي اختيرت في العمل اللاغر، والعمل اللاغر 8 دول في العالم تم اختيار من ضمن 8 دول أيضا البحرين. العمل اللاغر أيضا له مرتكزات أساسية، يعني بعد منظمات العمل الدولية وقفت الحراك في العمل اللاغر بعد أحداث 14 فبراير لما جرى من يعني انتهاكات ومساس للحراك العمالي، وأكد عليه حتى في توصيات بسموني لأن ما اتخذت العمال من أجل الحماية الجسدية ومن أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية الاجتماعية حقوق مشروعة، ولكن الحكومة بينت بأن هذه انتهاكات، لذلك منظمة العمل الدولية أخذت موقف وقرار بوقف العمل اللاغر. ولكن أيضا العمل اللاغر يعني له أجندات معينة، يعني تأمين الحقوق في العمل، خلق وظائف ذات قيمة مضافة، تعزيز الحوار الاجتماعي وتوسيع الحماية الاجتماعية، أي تعزيز الانضمام والإنتاجية معا خلال التأكيد على الرجال والنساء على أن يعملوا بشروط عمل آمنة تسمح بوقت للراحة وتأخذ العائلة والقيم الاجتماعية في عين الاعتبار، ويقدم تعويض مناسب وملائم في حالة فقدان أو انخفاض الدخل، وتضمن عناية صحية مناسبة. هذه كلها أمور تعني بالعمل اللائق، ويجب على أن يكون يعني الدور الرئيسي وزارة العمل بحكم هي مسؤولة من الجانب الحكومي على أن تجد تضع هذه الرؤية وتضع هذه الاستراتيجيات وتلزم الطرفين الإنتاج باحترام النصوص التشريعية للعمل اللائق. ولكن وزارة العمل للأسف الشديد يعني هي تقف متفرجة إذا ما مالت بشكل أكبر إلى أصحاب الأعمال على أن يكون هناك حلول ودية بالتراضي بين العمال وصاحب العمل. هذه المكانة التشريعية والإنسانية في المواثيق الدولية والعربية يتوجب على أن تصديق الآن آن الأوان للتصديق على الاتفاقيتين إذا أردنا على أن نصلح أوضاع التأمينات وصندوق التقاعد. الاتفاقيتين هي تكون التشريع الأولي لإصلاح الوضع الداخلي في التأمينات الاجتماعية. للأسف الشديد يعني ما وضع من طرف الحكومي أنه والله 5 فروع، بينا هي ليست 5 فروع، المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، يعني هذا قرار صدر في قرار 39 في 2014، هذا لا يعني بالحراك العمالي. العاملين في الخارج صدر في 2006، فهذين يعني ما يسمى فروع التأمينات الاجتماعية، هما 3 فروع: التأمين ضد التعطل، إصابات العمل، والشيخوخة والعجز. لن أطيل في هذه الأمور بالنسبة للضمان، يعني تحقيق لشرط الضمان بمفهوم الواسع على أن يكون يعني اللي بينوه الخبراء ومبادئ بشأن التأمينات الاجتماعية يعني والضمانات الموجودة لكل من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، يعني هذا ما أكدوه الخبراء منظمة العمل الدولية،
يعني حتى التقييم الاكتواري يؤكد على أن ضرورة أن يكون هناك في حوار اجتماعي بشأن الافتراضات التي تستخدم. يعني التقييم الاكتواري من الخبراء الاكتواريين في كل الدول المتقدمة عندهم بعد دراسات ونظرة للتقييم الاكتواري كل 50 سنة. احنا خبيرنا الاكتواري كل 10 سنوات يطلع علينا بأزمة. وتتذكرون إذا رجعنا في 1993 أتى بنفس المشكلة، والمرجعية كلها سحب حقوق العمال. في 93 بدأنا بأزمة أيضا من خلال الخبير الاكتواري، أن والله هناك إفلاس قادم وهناك أزمة مالية تصيب التأمينات الاجتماعية، يجب علينا على أن نسرع في عملية التغيير. وأتت أسطوانة ترى الوصول لسن 65 ليس بجديد، أتت إذا رجعوا يعني التقارير وأيضا الخبير الاكتواري، لأن في 93 أوصلوا رسالة أن الأمر التأمين أو التقاعد يجب أن يصل إلى 65 من أجل حماية صناديق الادخار. وأيضا استقل الجانب قانون العمل وسحبت في حدود 33 مادة من قانون العمل تعني بحماية العمال في هذا القانون في البعد التشريعي من أجل الحرية الاقتصادية ومن أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي. نروح حق على الأقل أساس نعطي وقت حق الأوجزات الاكتوارية، يعني دائما تتوجه مثل ما بقى إلى تقليص المزايا وزيادة الاشتراكات. فيعني مع أن المفترض يعني أن بعد ما تطلع يعني الأمور أو النقاط من الخبير الاكتواري للإرادة بعد ما يدرس وضع التأمينات الاجتماعية، مع أن هناك سنوياً تعطى الموازنة وتتخذ الميزانية وتعتمد، والمؤشرات واضحة إذا كان هناك أزمة قادمة أو لا. فهذه الأمور للأسف الشديد مقيبة إلى أن نتفاجأ بالخبير الاكتواري يطلع لنا بطلعات من أجل سحب هذه المزايا. فموضوع الاستثمار كان هو الكارثة، القرارات اللي اتخذت فوقية كانت هي الكارثة. عندما اتخذت قرارات على أن تسحب العمالة الأجنبية من التأمينات الاجتماعية، هذه أكبر أزمة انخلقت في التأمينات الاجتماعية. يعني كل اللي يقال الآن من خلال الخبير الاكتواري على أن صناديق التأمينات قادمة على عجز، لو من ذيك الفترة اتخذ قرار بعودة ما يقارب الآن 600,000 أو 460 اليوم قيل 560 عامل مهاجر إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، لانتهينا من عملية العجوزات التي تقال على لسان الخبير الاكتواري. فهذه نقطة كانت مهمة على أن بس في بداية تأسيس التأمينات الاجتماعية لم تشكل لجنة الاستثمار. المهيمن الوحيد على الاستثمار في داخل التأمينات الرئيس التنفيذي للتأمينات، وأيضا أصلا كل المجالس يعني اللي يقال أنها فيها تمثيل ثلاثي، هذه المجالس للأسف الشديد تدار وتتخذ قرارات من مجلس الوزراء أي من الجانب الحكومي، ومن ثم تتخذ القرارات وتنزل قرارات فوقية تنزل على مجالس الإدارات في اتخاذ كثير من الأمور في داخل هذه التأمينات الاجتماعية. لذلك لجنة الاستثمار يعني وضعت في هيئة التأمينات الاجتماعية في وضع متأزم ماليا لأسباب عديدة، عندما اتخذت قبل لا تكون هناك لجنة استثمار وصرفت أموال طائلة بما معنى إذا سميناها في بداية حديثنا بالفساد الكبير، لأن ما جرى في عملية الاستثمار قبل تشكيل اللجنة وبعد تشكيل اللجنة أمور كارثية، لم يتم احتساب ولا الضمانات الحقيقية للدخول في هذا النوع من المضاربات، إن كان في شؤون في العقارات أو في الأراضي أو في شراء الفلل. وعبدت يعني لا أريد على أن أكرر يعني في ما تم تحديد بالذات الأمور اللي أخذت يعني من تجاوزات لجنة الاستثمار، يعني قيلت مرارا في عدة فعاليات يعني مثالا خلينا نقول يعني تجاوزات لجنة الاستثمار
الشركة العربية للسكر نسبة المساهمة كانت المسموح بها 10 وصل، يعني إذا كان هناك نسبة تحدد لكل الاستثمارات يجب أن تحترم هذه النسبة، إن كان 5 ولا 10 ولا 8. للأسف الشديد القرارات تتخذ على ما يراد له بشكل فوقي من بدون ما تعتمد حسب النظام والنسب، تصل إذا قيلت 10 تصل إلى 13، وإذا قيل يعني بنسب معينة أيضا يتم تبديلها. قرض ممتلكات $1,000,000 أخذ بالتمرير، شراء 42 فيلا رفاع فيوز دون الاطلاع على دراسة الجدوى، التصريح يمكن النائب السابق يبين التصريح فيصل عيناتي $330,000,000 خسارة التأمينات الاجتماعية في عام واحد. يعني هذا كله أهدار مالي كبير في التأمينات الاجتماعية، لن نرى الجانب الرسمي والحكومي يقف يعني وقفة صارمة حاسمة لما يجري من فساد ويبرز المفسدين في عملية المحاسبة لهذه المسائل. ختاما نقول التوصيات التي أيضا يعني نعيد تكرارها مرارا ولكن لا مبالغة من الجانب الرسمي ما زال متشبث في عودة يعني في مساره على الهيمنة. نطالب بشكل سريع عودة ممثل الأعمال، ويجب هذه العودة الأولية ولكن ليست العودة الصحيحة للأعمال. ممثلي الأعمال الآن هم مغيبين لأكثر من 5 سنوات، ولكن في حالة عودتهم كثلاثة ممثلي أعمال وطرف أصحاب الأعمال أيضا 3 والحكومة 9 مع الوزير العمل يصبحون 9، فأي قرار يتخذ يعني قرار حكومي بامتياز، لأن إذا اتخذ القرارات ديمقراطية في السابق كان هناك صمام أمان بهذا النوع من القرارات، لا يتم اعتماد أي قرار إلا بوجود 3 أضراب الإنتاج، يعني هناك صوت عمالي، صوت صاحب عمل، صوت حكومي في القرار فيعتمد ويمرر. حتى هذا الجانب عندما وقفت مجاميع العمال وممثلي العمال تصدوا لبعض القرارات اللي يراد فيها يعني الاستثمار في مواقع غير ربحية، عندما تصدوا لها أخذوا تغيير هذا القرار، واتخذت القرارات الآن بالأغلبية المطلقة، والأغلبية طبعا في يد الحكومة. عودة العمال المهاجرة بيناها الآن 566,000، يجب عودتهم بشكل سريع إذا أردنا على نصلح وضع التأمينات الاجتماعية، ونوجد أيضا ضمانات حمائية للمتقاعدين لكافة المتقاعدين البحرينيين في هذا البلد. إصلاح الوضع الاستثماري من هيئة التأمين الاجتماعي عبر جهاز استثماري فاعل، العمل على تطبيق ما تم التوصل إليه من توصيات بخصوص توحيد المزايا لأنظمة التأمين الاجتماعي بين الصناديق المختلفة استنادا لقرار ولي العهد وعدم المساس بأية مزايا. يجب مشاركة ممثل العمال في مجلس إدارة استثمارات الهيئة بالسرعة الممكنة، عدم رفع سن التقاعد إلى 65 عام، ضرورة وضع حد أدنى للأجر والتصديق على الاتفاقية 131 بشأن تحديد المستويات الدنيا للوجود، ضرورة عودة الأملاك والأموال المهدرة التي كشفتها لجنة التحقيق البرلمانية وتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ضرورة إرساء منظومة حوكمة رشيدة في إدارة هيئة التأمين الاجتماعي والعمل على تسيير مجلس الإدارة بصفة دورية بين الأطراف الإنتاج الثلاثة مع احترام العمل على مع احترام مبدأ الثلاثية والتساوي بين الأطراف والعمل وعلى استقلالية قراراتها، العمل على تقليل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وشكرا لحسن الإصغاء. الآن طبعا يعني ننتقل إلى الأخ العزيز السيد فلاح هاشم، طبعا الأخ سيد فلاح هاشم نائب الأمين العام للشؤون السياسية بالمنبر التقدمي والأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية بالاتحاد العام نقابات عمال البحرين سابقا، والذي أشرف أيضا على منتدى الضمان الاجتماعي الذي أقامه الاتحاد العام نقابات عمال البحرين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وكان منتدى فاعل شاركت فيه أطراف الإنتاج الثلاثة وخرج بتوصيات يعني عديدة، ولكن للأسف الشديد نحن في بلد الحكومة لا تستمع إلا لتوصياتها.
لا تريد توصيات عمالية ولا تريد توصيات سياسية ولا تريد توصيات اقتصادية، تريد على أن تمرر توصياتها فقط. لذلك نترك الآن الأخ السيد فلاح للتفضل بفعاليته بموضوعه الخاص بالضمان الاجتماعي، فليتفضل. مشكور، شكرا. ما يشتغل؟ شلون يشتغل؟ صوت شيء. اوكي. شكرا ابو ولاء، والشكر طبعا اولا الى الرفاق في المنتدى الديمقراطي الوعد على الاستضافة أولا، وعلى التطرق إلى هذا الموضوع اللي أنا أعتقد من يعني خاصة في الوقت الحالي يشغل بال الجميع، يعني ليس فقط العمال وإنما جميع المواطنين، لأنه يمس أعتقد حياتهم كامل، يعني حتى خاصة بعد أيضا أنه يجي في هذا الشهر شهر مايو اللي تعتبر الطبقة العاملة هو وقفة إلى مراجعة ما يتم فيه من تشريعات مثلا أو حقوق مكاسب أو أيضا بعد انتهاكات. فيعني شيء جميل أن إحنا نتوقف إلى التطرق إلى هذا الموضوع، طبعا خاصة أنما أثير حقيقة سواء عبر الصحافة أو وسائل التواصل الاجتماعي حول إجراءات قد تتخذ، وحقيقة هناك في تخوف كبير وتواصل أو اتصالات من كثير من العمال على أساس أن يعني رايحين يطلعون تقاعد مبكر بالذات. الحقيقة الورقة اللي أنا رايح أقدمها يعني رايح أحاول أن أستعرض بعض الوضع الحالي في التأمينات. طبعا قبلها طبعا رايح أتطرق إلى نشأة نظام التأمينات الاجتماعي من مرور سريع عليه. طبعا مثل ما هو معروف أن يعني صدر أول قانون في التأمينات الاجتماعية في البحرين في رقم 13 لسنة 75 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد في القطاع الحكومي، وتابعه طبعا بتاريخ 29 يونيو 75 القانون العسكري أو التقاعد العسكري. وهذا طبعا حقيقة قبل ما نتطرق لهذا الموضوع، هذا جاء بعد حل المجلس الوطني اللي حقيقة سبق وإن بالذات نواب كتلة الشعب طرحوا موضوع أهمية إيجاد قانون للضمان الاجتماعي في برلمان 73. طبعا هم طرحوا حقيقة من ضمن مقترحهم من ضمن قانون عمل. بعد حل المجلس الوطني الحكومة أو شو اسمه أصدرت في 5 أغسطس 75 أصدرت قانون للتقاعد أو الضمان إلى القطاع الحكومي، وفي مارس 76 أصدرت القطاع العسكري، وتبعت بعد أيضا في 14 مارس طبعا في القطاع العسكري، وتبعت بالقطاع الأهلي. طبعا احنا مثل ما نعرف ان خاصة في القطاع الأهلي طبق على 6 مراحل، ابتدى من 76 إلى عدة مراحل إلى ان آخر مرحلة فيه تم تطبيقها في 1/6/2005. مثل ما أشار أبو ولاء إلى أن التأمين على الشيخوخة، يعني أن تشمل هذا القانون تأمين ضد الشيخوخة، تأمين ضد إصابات العمل، تأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والأمومة، تأمين ضد البطالة، لأنه في أول ما طبق في خط فرفرعين، وفي خلال سنة واحدة تم استثناء العمالة المهاجرة من الفرع الأساسي وهو العجز ضد، يعني تأمين ضد العجز والشيخوخة، واختصروا على التأمين فقط على إصابات العمل، وهذا جاء حقيقة استجابة إلى طلب أصحاب العمل. في طبعا في 2006 طبق فرع التأمين ضد البطالة. في بالنسبة إلى إدارة أو هيكلة، يعني هيكلة إدارة نظام التأمين الاجتماعي، في 75 و76 انشأت هيئتين، وهي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المسؤولة عن إدارة تنظيم معاشات ومكافأة التقاعد العاملين في القطاع الأهلي، وكذلك الهيئة العامة لصندوق التقاعد المسؤولة عن إدارة الصندوقين العسكري والمدني القطاع المدني. في 2008 وهي شو اسمه أشار إليها الأخ أبو ولاء، صدر يعني مرسوم
القانون رقم 3 لسنة 2008 إنشأت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تعتبر الجهاز الإداري والتنفيذي الموكل إليه بتقديم الخدمات التأمينية للخاضعين لقانون التقاعد المدني والعسكري فضلا عن الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي ويسموه قانون الدمج فضلا عن شو اسمه. وكما تحل هذه الهيئة محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتولي إليها كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بهاتين الهيئتين. من المهم في هذا القانون هو نص على أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأولين على توحيد المزايا بين الخاضعين لأنظمة القائمة وفق لأنظمة القائمة وفق أفضلها. فعموما فيها شكلت لجنة مختصة لدراسة توحيد المزايا تكون طبعا ممثلين عن العمال وعن أصحاب العمل وعن الحكومة ومثلنا في هذه اللجنة حقيقة كعمال مثلنا الأستاذ حسن الماضي. هذه اللجنة عملت وفي النهاية عملت اللجنة حسب ما نص عليه القانون حتى توصلت الاتفاق على قرارات الهيئة بشأن توحيد المزايا شملت 65 ميزة أو توصية تم قرارها من مجلس إدارة الهيئة يعني تم التوافق عليها وتم قرار وهذا سجل في محضة في اجتماع رقم 3 لسنة 2011 بتاريخ 12/4/2011 ووعدنا بأن رايحين يطبقونه. أهم المزايا اللي اتفق على تحقيقها هي 65 أنا بذكر 8 مزايا من أهم ميزة وهو معامل تسوية المعاش التقاعدي الشيخوخة من إلى 2.5 أي 1 على 40 في الوقت الحالي 2% 1 على 50 اتفق على أنه يكون 1 على 40 الزيادة المضافة إلى المعاش سنويا بواقع 3% مركبة استخدام أقل جدول معامل تخفيض من بين أنظمة التقاعد المبكر شمولية جميع عناصر الأجر عند احتساب المنافع التقاعدية تحديد الحد الأدنى لسن التقاعد إضافة سنوات خدمة عند التقاعد الاعتيادي الأخذ بالحد الأدنى لنسبة حساب معاش التقاعد في حالة الوفاة والعجز وتحديد الحد الأدنى لسنوات الخدمة للمعاش التقاعدي. طبعا هناك لحد الحين يعني بعد مرور أكثر من 40 سنة في فروع مهمة في التأمين دمت وفعل أو لم وهي طبعا التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والولادة أو الأمومة التأمين الصحي استبعاد العمل الوافدة من التغطية التأمينية على فرع إصابة على فرع إصابة العمل إدارة طريقة التعيين أو هذا يعني تم اعتماد إدارة هذه الصناديق منذ تأسيسها في السبعينيات القرن الماضي حتى صدور قانون هيئة التأمين الاجتماعي عام 2008 بإدارة غلب عليها طابع التعيين من قبل الجهاز التنفيذي في الدولة وعدم التكافؤ مثل ما أشار الأخ أبو لا يعني اتفاقية 1102 وكذلك التوصية 202 خاصة بالتأمين الاجتماعي تنص على أهمية أن نكون هيئة تشكيل هيئة إدارة الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية يجب يكون هناك في تكافؤ لن نذهب بعيدا بعد حتى التوصيات أو اتفاقيات منظمة العمل الدولية حقيقة هي من المهم أن احنا نشير إلى دولة شقيقة وقريبة إلينا وهي الأردن عندما أصدرت قانون الضمان الاجتماعي في 2014 يعني شكلت إدارة الضمان الاجتماعي من 15 شخص عمال 5 أصحاب العمل 5 الحكومة 5 بل أكثر من هذا ممثلين الحكومة يأتون بالاختصاص يعني مسؤول استثمار يعين مسؤول استثمار في البنك المركزي في الأردن هو مسؤول للاستثمار وممثل للحكومة يعني ما يجي أي واحد يجي اختصاص فمن أجل يعني ضمان أن هذا النظام يمشي بطريقة صحيحة طبعا احنا يعني مر سريعا بعد ايضا مثل ما يمكن تابعتون كلكم في الصحافه صدر تقرير خبير اكتواري وتضمنه حتى تقرير الرقابه الماليه وتضمنت كثير من التقارير يوصى هذا الخبير الاكتواري في الوقت الحالي الخاص باصلاح نظام التقاعد حط عده توصيات من ضمنها او اهمها عدم السماح بشراء سنوات الخدمه الافتراضيه تقليل نسبه المعاش المستحق عن سنوات العمل بمقدار 10% من راتب المؤمن عليه عدم تجاوز نسبة الزيادة السنوية في معاشات التقاعد عن معدل التضخم السنوي احتساب المعاش التقاعدي المؤمن عليه بحسب متوسط معدل راتبه لآخر 5 سنوات مثل ما تعرفون في الوقت الحالي لآخر 2 إلا إذا تجاوز الراتب 150% في خلال 5 سنوات وراح داي ولإصلاح الأوضاع المحتلة للصندوق الأوسع زيادة نسبة الاشتراكات ابتداء من 2014 بنسبة 3% رفع السن الأدنى للتقاعد المبكر إلى 55 سنة ورفع السن الأدنى للتقاعد الاعتيادي إلى 65 سنة هذا شو اسمه احنا اعتقد احنا على اساس ان احنا نناقش او نستعرض هذا محتاجين نستعرض وضع في الوقت الحالي المتقاعدين يعني بالذات اعداد المتقاعدين يعني نضرب من خلال احصائيات التأمينات الاجتماعية نفسها
عندنا مجموع المتقاعدين في البحرين مدني، يعني في القطاع سواء كان التقاعد المدني والقطاع الأهلي، ما مجموعهم 41,657. هذه من إحصائيات نهاية 2015. لو أخذنا متوسط عمر المتقاعدين في الوقت الحالي، وهذا يعتقد مهم أن احنا نركز عليها، فإن نشوف في الرجال في القطاع العام 61%، هاي كل المتقاعدين متوسط أعمارهم 61%، اللي بنرايح نرفع على 65 يعني ما أعرف شلون يصير. فبالنسبة للنساء 58، فالمعدل 59 في القطاع العام، في حين أن النساء في القطاع الخاص يعني سنة معدل أعمارهم المتقاعدات 48 سنة، يعني معدل التقاعد في القطاع الخاص 53 سنة. متوسط العمر عند التقاعد، هي نقطة بعد أعتقد مهمة، نشوف أن الرجال في القطاع العام 52 والنساء في القطاع العام 51، في حين في القطاع الخاص بالذات النساء 43. متوسط سنوات خدمة التقاعد، الخدمة اللي الحين متقاعدين يعني اللي احنا نتحكينا أعداد كبيرة وسنوات ويستهلكون من التقاعد، فإن أكثر شيء هم الرجال في القطاع العام تقاعدهم 10 سنوات، في حين أن تصل النساء 6 سنوات في القطاع الخاص. لو جينا أخذنا بالذات المستجدين وهم اللي طلعوا تقاعد في سنة 2015، فنشوف العدد طلع 8000 وش اسمه المؤمن عليهم، يعني على أساس أن احنا نطلع كم سنوات الخدمة اللي اشتغلوها دلين، فمنشوف في الأخير أن في السطر الأخير فمنشوف أن اللي يشتغلون يعني أن النساء بالذات في القطاع الخاص 17 سنة فقط يعملون معدل، يعني طبعا أكيد في ناس أكثر وفي ناس أكثر، بس معدل من أعمار التقاعد ومن أعمار الدخول في العمل، فمنشوف أن 26 سنة يشتغلون رجال في القطاع العام والنساء 24 سنة، ونشوف 27 سنة في القطاع الخاص الرجال لكن النساء 17 سنة. هاي المعدل هام المتقاعدين مبكر بالذات في 2015. لو شفنا أعتقد الجراف واضح، يشوف عندك 90 يعني في القطاع الخاص خاصة في ميل وهم النساء، أكثر يعني أكثر من 90% من اللي طلعوا تقاعد في 2015 من النساء، يعني أكثر من 90% طلعوا تقاعد يعني قبل 55 سنة. فبالفعل يعني اعتقد ان يعني الاحصائيات بين لنا ان الاحداث كبيره جدا تطلع تقاعد مبكر. في المعدل العام اكثر من 83% في المتقاعدين اللي تقاعدوا في 2015 طلعوا تقاعد مبكر. طبعا نسب كبيره جدا لو ذاك، بس على اساس امر سريعا في لو رحنا الى رواتب المتقاعدين في الوقت الحالي، يعني ليش الناس تطلع تقاعد؟ هل بعض الأوقات في بعض الحكي سمعناه إن لأن ميزات التقاعد كبيرة؟ خلينا نشوف بالذات يعني المتقاعدين اللي رواتبهم أقل من يعني تصورنا أقل من 200 دينار عندنا في النساء في القطاع الخاص بالذات، يعني يصل إلى 20% إنهم رواتبهم أقل يعني أقل من 200 دينار. لو أخذنا لأقل من 300 دينار فإنهم 57%. زين في بصورة عامة عندنا 87% رواتبهم أقل من 400 دينار، يعني هاي خاصة في إيش؟ فيعني هذا يدل إن يذهبون الناس إلى التقاعد المبكر مع أن الرواتب متدنية وليس طبعا أعمار بعد أيضا، فمنشوف إن نسب كبيرة جدا في طالعة تقاعد وهي سنينها صغيرة، يعني تصور إن ناس تطلع أعمارهم يعني عندنا في العمر اللي ما بتقريبا قبل 40 سنة يعني في حدود 20% أو أكثر هذين طالعين تقاعد مبكر. أصحاب المعاشات يعني عندنا في زيادة بالفعل، إنك إذا كان في سنة 2013 كان عدد المتقاعدين أكثر من 2012 8%، فنشوف إن هاي في القطاع العام، نشوف في القطاع العام أيضا نفسه في 2015 أكثر من 2014 10%، يعني قاعد يزيد عندنا نسبة التقاعد المتقاعدين أعداد كبيرة. القطاع الخاص بعد أيضا يزيد عليهم، في المجمل العام عندنا 12% زيادة في سنة 2015 و 14% كان في 2012 أقول 13. يعني هذه طبعا نتيجة إلى قرارات ويعني وتشريعات أدت إلى هذا الشيء. أعتقد إحنا محتاجين بعد نلقي نظرة على بعض هاي القرارات. في قبل يعني فترة كان في يعني تصريح إلى زايد رئيس ديوان الخدمة المدنية يقول في نسبة العمالة الأجنبية في القطاع الحكومي 14%.
طبعا مو هذا شو اسمه موضوعنا طبعا، يعني يمكن احنا لو جينا هو قال 14% بس من احصائيات المرئيه وهي هيئه تنظيم سوق العمل تقول في نهايه 2015 نسبه العماله الاجنبيه عددهم يعني 26900 وشوي من 83000 حسبناها بتطلع 31% ليست 14. ايضا في نفس الاشير ان هذا يعني ان هذا متضمن المدنيين اللي يعملون في قطاعات غير مدنيه، بس على اساس ان المدنيين اللي يشتغلون في قطاعات غير مدنيه تم اضافتهم الى هي الاحصائيات من سنه 2013، بس لو رجعنا للسنوات اللي قبلها بنشوف في سنه 2012 21% العماله الوافده اللي تعمل في الحكومه. ايضا اؤكد ان هذا مو هذا الموضوع، الموضوع الاساسي شنو؟ الموضوع الاساسي ما اورده تقرير الرقابه الماليه. تقرير الماليه يقول يعني من القرارات او المشغلات المثلة عدم قيام الوزارات والجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية بسداد الاشتراكات للتأمين ضد إصابات العمل عن موظفيها غير البحرينيين وقدر 3% من رواتبهم من راتب الأساسي منذ فرضه في يوليو 86 بموجب المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 86 حتى انتهاء أعمال الرقابة في أبريل 2015. يعني هذه الأعداد الكبيرة الحكومة لا تدفع، لا تؤدي القسط اللي المفروض تأدي 3%. لو حسبتها طبعا بتطلع في حدود ما يعني أنا حسبة بسيطة على العدد مضروب في معدل الراتب في القطاع الحكومي، الرواتب العمل الوافدة أكثرها مرتفعة فبتحسبها على معدل يعني لا لن تقل عن 100 مليون دينار أو أكثر. عدم التزام الحكومة أيضا ممثلة في وزارة المالية بسداد التزاماتها المالية الخاصة بصندوق المعاشات ومكافآت تقاعد لأعضاء مجلس الشورى والنواب ومجالس البلدية مما يخالف أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 32 لسنة 2009، يعني وهذا طبعا تقرير الرقابة المالية الأخير. لم تقم الحكومة بتعويض الصندوق عن التكلفة الاكتوارية، لما تحدثوا عن تكلفة اكتوارية أنت لما ما تدفع هناك تكلفة اكتوارية أيضا مترتبة على هذه الفترة على أحكام القانون المذكورة على خلال الفترة من بداية الفصل التشريعي الأول في ديسمبر 2002 حتى يوليو 2009 واكتفت بتعويضها عن قيمة المعاشات التي تصرفها لأعضاء المتقاعدين بشكل شهري اعتبارا بداية سريان القانون في أغسطس 2009. لم تسدد الحكومة لصندوق القيمة الاكتوارية الحالية للاشتراكات مدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في تقاعد الأعضاء البالغ عددهم 133 عضو من الفصول التشريعية الأولى والثانية والثالثة التي يمكن أن تصل إلى 32 سنة. عدم قيام وزارة المالية بتعويض الهيئة بنفس قيمة المبالغ المستحقة لها عن المنافع التأمينية والعلاوات التي تنص القوانين والقرارات على أن تتحملها الحكومة، حيث اكتفت الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية في مارس 2012 على أن تقوم بالوزارة بدفع مبلغ مقطوع قدره 10.1 مليون دينار سنويا لصندوق القطاع العام المدني والقطاع الخاص، وهو مبلغ غير كاف لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة، الأمر الذي أسهم في تراكم المبالغ المتأخرة على الحكومة حتى وصلت إلى 53.5 مليون دينار في نهاية 2014. في عدة قرارات حقيقة بنمر عليها بعد أثرت على هذا. عندنا يعني في قرار تخلص من العمالة وتحميلها من هيئة التأمين الاجتماعي، مثل ما احنا نعرف إعادة هيكلة طيران الخليج حوالي 400 موظف تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر، إحالة العديد من العاملين في العديد من الشركات على التقاعد المبكر بعروض تشجيعية مثل ما يطلق عليه الباكيج، وبحجج الأعذار الطبية مثل ألبا وبابكو ودرفلا وبتلكوم. معظم الشركات دي هناك عديد من شو اسمه بعض من تم تسوية أوضاعهم من مفصولي 2011 عن طريق حالتهم على التقاعد المبكر. هناك مجموعة من اللي تم فصلهم في 2011 ولم يرجعوا حقيقة، وإنما تم تسوية أوضاعهم بإعطاهم بعض يعني حالتهم على التقاعد. قانون العمل طبعا احنا كلنا نعرف المادة 13 اللي ألغيت في قانون العمل السابق في قانون العمل الحالي من قانون العمل السابق، وهي اللي رفعت موضوع البحرنة. وطبعا مثل ما نعرف ان اللي مولون قطاع التامين هو العمال المختصر في الوقت الحالي على العاملين في البحرينيين. يعني طبعا الغاء الماده 13 المواد 110 و111 و115 وهي اللي تشرع عمليا الفصل يعني لاسباب واهيه مثل ما نقول، بحيث ان حتى الماده 115 تنص بصريحه على ان اذا وصل الشخص 60 سنه حتى لو عنده استطاعه للعمل ويرغب في العمل بيقول يجوز لصاحب العمل فصله من دون اي تعويض. فهذه طبعا كانما ربط الحق التقاعدي
بالحق في العمل. طبعا توقف الحوار الاجتماعي مثل ما أشار الأخ أبو ولاء طبعا أدى إلى أن هناك في كثير من القرارات وفي كثير من يعني مناقضة إلى مصلحة العمالة الوطنية بالذات. طبعا الهيئة بنفسها يعني بالذات لما نتحدث عن الاستثمار أو تشكيل الاستثمار يقول قانون رقم 3 سنة 2008 نصف المادة السادسة يقول مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى تصريف شؤونها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ قرارات وما يراه لازم إلى الأخير. ويقول في أهداف لجنة الاستثمار إدارة واستثمار أموال الهيئة وتنميتها لتحقيق أعلى العوائد بأقل نسبة من المخاطر وذلك بهدف ضمان الوفاء بالتزامات الهيئة تجاه المؤمن عليهم. احنا خلنا نلقي نظرة على هذه الاستثمارات، يعني أنا حقيقة بروح مباشرة إلى نسبة الأرباح ونسبة الاستثمارات، فمنشوف 2012 و2013 بالذات، ف 2014 بالذات و 2012 لاحظوا الجراف شلون كم نسبة الأرباح، يعني استثمارات تصل في 2014 إلى 2.45 هاي نسبة الأرباح استثمارات هيئة التأمين اللي عندها ملاءة تزيد على 4 مليار دينار. يعني هاي يعني اعتقد ما يحتاج، يعني اعتقد هذه مؤشر واضحه يعني وين الاستثمار رايح. وهذا لأدلها ان في فرع الاستثمار في العقار بالذات، فلاحظ في الجراف في 2014 نسبه الاستثمار في العقار اقل من 1% 0.72، وهي طبعا من احصائيات الهيئه التامين الاجتماعي، يعني كل هاي الارقام وهي الاحصائيات مجرد انا اخذتها وقعدت على اساس تطلع في جرافات بصوره توضح لنا. يعني هو تقريبا نفس البيان، بس هذا في يوضح بين وين عندنا نسبة الاستثمار وين واصلة وين نسبة الربح. يعني شكرا، يعني اعتقد في كثير من الحديث سنتركه الى الحوار يكون افضل. شكرا لكم.